السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير على خير. اليوم غادي نقدموا بطبط صغير كما كتشاهدوا معنا، كيجي من فوق مرق بهذا الشكل هذا. التعميره كتجي فيه مش ما كتجيناش فيه ديك البابا لداخل نهائيا. شتو كيجي خفيف وغزال. بسم الله على بركه الله. غادي نمشيو للمقادير اللي غادي نحتاجو. فواحد الاناء غنديروا زلافه ديال الفرص وجوز ليف ديال الفينو، نفس الزلافه اللي غادي نعبروا بها داك الفرص غادي نعبروا بها الفينو. غنحتاجوا الماء اللي يكون شويه دافي. دابا غنديروا معلقه صغيره ديال الملح ومعلقه صغيره ديال السكر سنيده، ونضيفوا معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات، ونضيفوا واحد 3 ديال المعالق ديال زيت الزيتون كبارين صافي. وغادي نديرو الماء وغادي نجمعو العجينة ديالنا. غادي نعجنو العجينة جيدا. غادي نضيفو لها باقي خصها شوية د الماء صافي. وغادي نعجنوها حتى تعجن معنا مزيان العجينة. هاد البطبوط كيجي غزال ومفشفش كما كتشوفوا. هي عجناها، غادي نخليوها دابا باش غادي ترتاح. غادي نغطيوها وغادي نخليوها حتى تختمر. بعد ما طلعت اختمرت هي هادي، نخرجوا لها الهواء اللي فيها، وغادي نديروا شويه ديال الدقيق في سطح العمل ونخويو العجينه ديالنا باش غادي نقرصوها. غادي نحاولوا نجمعوها تما شي شويه، وغادي نفرقوها على 3. ضروري باستعانه الدقيق غادي نقرصوا بالدقيق ديال الفينو صافي. هنا غادي نفرقهم على 3 وغادي نقرصوهم ونخليهم يرتاحوا تاني واحد 3 دقائق وعاد نرجعوا لهم صافي. غادي نقرصوهم بثلاثة ونخليهم يرتاحوا صافي. غادي نخليهم يرتاحوا ومن بعد غادي نرجعوا باش غنطلقوهم بالمطلق صافي. من بعد ما ارتاحت العجينه ديالنا غادي نحاولوا نطلقوها. غادي يكون عملنا شي صينيه فيها شي منديل ولا كره ديال الطبخ، وغادي نحطوهم عادي ما غنخليهمش حتى يختمروا، يعني يرتاحوا واحد 5 دقائق مباشره من بعد ما صغبوهم وندوزو نطيبوهم. كنحاولوا نطلقوا العجينه ما تكونش غليظه السمك ديالها على الطريقه هذه. وغادي نقطعوها هاد القطع هذا اللي شويه كبر شويه، اللي بغى يديرهم صغارين ينقص ما يديرهمش كبار. هكا هاد الخبيزات كيجيو بغزلان ما تشبعوش منهم. شتو كيبقاو في الحجم ديالهم ما كيتجمعوا معنا. غادي نحيدو داك العجينه اللي زايده وتاني نقرصوها نخلوها ترتاح باش كدير نرجعوا لها حتى هي نطلقوها. شتو كي كيجيو كيبقاو في الحجم ديالهم صافي. غادي نمشيو تنكملوا الكميه اللي عندنا، غنطلقوا العجينه اخرى ثانيه نفس الطريقه اللي درنا الاولى، تنقرصوهم كاملين يعني. هاد العبر ديال العجينه خرجنا كميه لا باس بها، يعني كميه كبيره صافي. هما هادو بعد ما وجدناهم كاملين درناهم هكايا في سطح العمل، خليناهم هكايا تيرتاحوا واحد 5 دقائق وندوزو مباشره نطيبوهم. غادي نديرو مقله ما تكونش ثقيله، تكون غير خفيفه باش كيتبوقوا معنا، ونبداو نطيبو صافي. غادي نديرو المقله تسخن ونبداو نطيبوهم. غير هما كيبغوا دابا ساعه تقلبي فيهم باش كيجيو منفخين، لحقاش حنا محتاجين يكونوا عندنا البطبوط ديالنا يكون منفخ، ما يكونش عنده ديك البابا في الوسط صافي. كنحطوهم صافي، كنبداو نقلبو فيهم. هنا غادي يبداو يتنفخوا معنا كما كتشاهدوا. شتو كي كيطلعوا حنا دابا ساعه نقلبوهم باش كيتنفخوا. شتو كي كيطلعوا، بقاش حنا محتاجين يكونوا عندنا مورقين، ما بغيناهمش يكونوا من الداخل عندهم داك البابا ديالهم.
هاد العجينه كتجي ناجحه وكيجي بها البطبط زوين. صافي كنبقاو نقلبوا فيهم هكا حتى كياخذوا داك اللوين اللي بغينا، وغادي نبداو نحيدهم. شتو كي كيجيو كيتنفخوا مزيان هما هادو. من بعد ما كملنا الكميه اللي عندنا شتو كنحلوهم كي كيجيو. هذا هو الشكل ديالهم كلهم، جاو هكا كيتنفخوا. لقاش حنا محتاجين يكونوا عندنا فحال هذا الشكل. هذا العجينه كتجي زوينه ديالهم. غادي نمشيو دابا باش نقدموا التعميره اللي غادي نعمروا بهم. كتبقى التعميره اختياريه، حنا خدينا جوج جزرات اللي حكيناهم. عندنا واحد مطيشه كبيره اللي حيدنا الزريعه ديالها ونقيناها وقطعناها، ثلاثه البيضات مسلوقين، عندنا الزيتون ما كانش كحل اللي بغى يدير حتى كحل يديرو، عندنا الثوم، عندنا الدراوله التركيه. هادو هما المكونات اللي غادي نعمرو بهم. وعندنا الخس. غادي نمشيو دابا نصاوبو المايونيز اللي غادي نجمعو بها هاد الخليط هذا اللي عندنا ديال التعميره. مايونيز غادي نصاوبوها في البيت كما شفتم. عندنا فيها 4 كاس ديال الحليب، عندنا كاس لارو ديال الزيت، وشويه ديال الابزار، واحد جوج معالق كبار ديال الخل. صافي وكنصاوبوها في البيت. شتو كي جات دغيا كنوجدوها تمتم، هي اللي غنجمعوا بها التعميره ديالنا. غادي نضيفو دابا في الاناء الخس، وغادي نزيدو عليها هذيك الطماطم اللي قدينا وحيدنا الزريعه ديالها. كتبقى التعميره اختياريه، هاد التعميره كتجي واعره فيهم. غادي نديرو داك الجزر اللي حكيناه بهذه الطريقه، البيض حتى هو. كتبقى على حسب الكميه اللي كاين ديال الاشخاص وديال البطبط اللي عندنا. انا ما عمرتهمش كاملين، يعني عمرت غير هذوك اللي غنحط، واخرين غادي نحتفظ بهم تنبغيهم وكنجبدهم. خدينا التركيه اللي درنا وزدنا عليها الثوم، ودابا غادي نجمعوا بداك المايونيز اللي خدمنا. صافي غادي نجمعوا داك الشلاطه ديالنا كامله بالمايونيز. كتجي زوينه بهذه الطريقه، هاد التعميره كتجي واعره في الحقيقه بهم. واللي بغى يزيد لها حتى الرز يزي، ولكن احسن بلاش، انا كنبغيها هكا خفيفه. صافي دابا غادي نبداو نعمروا البطبوط ديالنا بهذا الشكل. هذا اللي بغى يديرهم صغار على هكا يديرهم، انا درتهم شويه كبار. صافي كنعمروهم وغادي نحطوهم في الطبسيل ديال التقديم اللي غادي نقدموهم فيه، لان كما خلطنا صافي عمرنا باش غادي نحطوهم. ميمكنش غادي نخلطو التعميره ونخليوها تبقى لنا، لا خصنا ملي نخلطوها صافي ندوزو مباشره نعمرو البطبط باش غادي نقدموه. هذا هو الشكل ديالهم كي جاو، جاو في المذاق زوينين، وداك البطبط جا فتي وجا غزال. نتمنى تعجبكم الطريقه، والسلام عليكم. Thank you.